فلل وعربيات، والاشياء هتبقى معدن وهتحلو. بقول لك ايه، اسمع بس، سيبك من اي كلام، انت خلاص هتيجي تعيش معايا هنا في الفيلا. هتيجي تعيش معايا هنا، سيبك من شغل الحاره بقى والحواري ده، خلاص ظبطت على الاخر. ماشي ماشي، اما ابقى اشوفك. سلام. يا احمد، لعبت معاك ولسه اللي جاي احلى. مش معنى ان كبرت يعني ولادي بقوا في السن ده ان خلاص حياتي انتهت، لا لا لا. انا ناوي ان شاء الله اعيش حياتي لاخر لحظه فيها بالطريقه اللي تناسبني. حاولت كتير افهمها ان انا بحب الحريه والانطلاق. فيها ايه يعني لما نسافر ونلف العالم؟ فيها ايه يعني لما نعمل الحاجات اللي كنا بنعملها واحنا عندنا 20 او 30 سنه؟ ايه المشكله؟ ولا حاجه، بس يمكن هي طبيعتها. لا لا، انا عايز اللي يعيش معايا يحسسني اني قادر اعيش، ان الدنيا لسه فيها كتير. مش عيب يعني ان احب الدنيا واحب الحياه واحب اعيش، مش عيب. بالعكس، يا ريت الناس كلها زيك وبالتفاؤل ده. انا سعيد قوي اني اتعرفت عليكي. حاسس كده انك قريبه مني. انت عارفه اكتر حاجه بتعجبني فيكي ايه؟ صوابعك. صوابعك كنت بتعزف على البيانو. انت هتبقي هايله في العزف اكيد يعني. اه طبعا. مين دي؟ اختي. ايه ده؟ الله، ده انت عينك حلو قوي. مين؟ عادل بيقول مساء الخير. تلاقيه بيهزر، انت عارفه عادل طيب. السيده بينها مش هنا. امال فين سمر؟ خرجت، استاذ علاء جه وخدها. طب وسيده؟ كانت هنا وبعدين خرجت هي كمان. اه انا عارفه الولايه دي راحت فين. راحت فين يا كاميليا؟ ها هقول لك بعدين. وانت مالك شايله طاجن ستك انت كمان ليه؟ اصل مجدي ما بيردش عليا. نعم يا اختي. لا ده كده الامور اتطورت خالص. بتصل بمجدي ما بيردش، اصل انا قلقانه عليه قوي. هو في ايه؟ انا بس خايفه عليه. اه وبعدين؟ انا خايفه يكون حصل له حاجه يا كاميليا. انتوا مش عارفين يعني ايه الواحد يكون حاسس ان هو ضعيف ومريض، كل دقيقه بتعدي عليه وكانها سنين. طب ما تتصلي بيه تاني. ما جايز نايم ولا حاجه، بكره هتشوفيه في المستشفى. ما هو بكره اجازه. طب لو ما ردش نروح نسال عليه. خايفه عليه؟ اوعي تخبي، او اوعي تكوني مكسوفه من مشاعرك. ما تخبيش مشاعرك ولا احساسك، حتى لو كانت مشاعرك اتغيرت من فكره انه الدكتور اللي بيعالجك وبقت اي حاجه تانيه اهم. مش عارفه يا كاميليا. مش عارفه يا كاميليا؟ لا انت لازم تعرفي كويس وتعرفي انت رايحه على فين. هي مش سايبه. انتوا عارفين ايه احلى حاجه حصلت النهارده؟ ايه؟ اني اتكلمت مع منى. حسيت ان الدنيا وسعت عليا، ما بقتش خايفه من حاجه ولا قلقانه من اي حاجه. تصوري ان انا بعد ما خلصت كلامي معاها اكتشفت ان انا بحب احمد اكتر من الاول بكتير. لا يا شيخ، انت ما قلتليش كده. ما انا لسه بقول ان انا حسيت كده بعد ما خلصنا كلام مع بعض. حسيت اني فضفضت بكل حاجه جوه قلبي مخوفين. ما بقتش حاسه اني خايفه من حاجه. عشان كده انا بقول لك، لو شايفه ان الدكتور مجدي هو مناسب ليكي وانت عايزاه، اوعي تبعدي عنه. حتى لو هو بعد، انت عمرك ما هتحبي 100 مره، هتحبي مره واحده بس، ومش هتعيشي غير مره واحده بس.
والراجل لما بيبقى جنب الست ما بيجيش غير مرة واحدة بس. عارفين أنا كنت عايشة حياتي كلها متوترة وحزينة على طول سايبة بيت جوزي وقاعدة معاكم. عارفين ليه؟ ليه؟ عشان طول الوقت كنت بفكر في أحمد. طول الوقت كنت بقول لنفسي لو كنت اتجوزت أحمد أكيد كنت هبقى أسعد. من يوم ما اتجوزت ما بفكرش غير فيه. حتى لما بخرج أنا وجوزي كنت بفكر في أحمد. لما كنا بنسافر كنت ببقى بس مع أحمد. باختصار عايشة حياتي كلها مع أحمد. بس انتي حياتك كانت صعبة قوي كده يا كاميليا. قولي كنت ميتة. طب افرضي كنت اتجوزتي أحمد وطلع مش زي ما كنتي عاوزة. عمر عقلي ما كان هيقبل الأفكار دي. لأن الأحلام والمشاعر الجميلة اللي حسيت بيها لأول مرة كانت معاه. تعرفوا ان انا في لحظة حسيت ان انا بتمنى اني اموت او ان احمد هو اللي يموت. للدرجة دي؟ كرهت نفسي اول جوازي من كتر ما انا كنت حاسة قد ايه انا بعيدة عن الراجل اللي اتجوزته وقد ايه قريبة من حد تاني. حتى لو كان في خيالي كل اللي كنت بحاول أعمله إني أبين إني أكون طبيعية سعيدة مبسوطة. طب إزاي يا كاميليا؟ ده أنت كنت بتقولي إنك بتحبيه وإنه كويس. أيوة لأني كنت فاكرة إن هي دي حياتي هو ده شكلها. كنت خلاص اتأقلمت عليها وكنت موافقة. أقول لكم على حاجة محدش يعرفها. ايه؟ بابا اتكلم معايا كلام غريب قوي. كلام لدرجة انه حس بيا وبقيت بقول لنفسي انا عملت ايه علشان يحس بيا للدرجة دي. عارفين قال لي ايه؟ عندك ايه؟ قال لي حبي نفسك يا كاميليا. حبي نفسك وما تقلليش منها مهما كان. قال لي الست لازم تحب نفسها عشان تبقى غالية ويبقى صعب أي حد يوصل لها. قال لي الست لازم تحب نفسها عشان بتبقى جنة على الأرض بتبقى غالية على روحها وغالية على حواليها. طب ازاي احس بيكي واحنا حتى ما لاحظناش؟ مش عارفة. بابا طول عمره بيحس بينا كلنا لدرجة اني كنت بقول عليه خاوي. الحقيقة وأنا في الجامعة كنت حاطط خطة لحياتي مختلفة تماماً. إيه ده بجد؟ طب ممكن تقوليها لي ولا أضايقك؟ لا طبعاً أقولها لك. أنا كل اللي كان في دماغي إن إزاي أهاجر وأسيب البلد. معقولة؟ آه والله. شكلك مستغربة. آه طبعاً لأن أنت إنسان وطني جداً وكل كلامك عن البلد وأهميتها قد إيه. إزاي تفكر أنت تهاجر؟ أنا أقول لك الموضوع جه إزاي.
لما كنت طالب في الجامعة أنا ما كنتش طايق حاجة خالص في البلد. والله زي ما بقول لك كده، حتى الناس كنت حاسس إنها مستحيل إنها تتغير. بس بعد ما خلصت الجامعة واشتغلت في الصحافة واحتكيت بالناس، صممت إن مهمتي تكون تغيير الناس. مصلح اجتماعي يعني. وخبير سياسي كمان. اوعي تتخيلي إن السياسة بعيدة عن اللي الناس عايزاه. لا خالص. أنا شخصياً مثلاً محافظ على مكانتي دي لحد دلوقتي ومحدش يقدر يقرب لي. ليه؟ ليه؟ عشان أنا مع الناس. الناس بتدافع عني لو أي حاجة حصلت لي أو أي حد هاجمني. ولو اختفيت شوية يقولوا هو راح فين. صدقيني القوة الحقيقية أنا بستمدها من الناس نفسهم. طب سوري يعني أنا هقول لك كده يعني، بس أنا أي كلام بسمعه عن السياسيين بيبقى كلام وحش جدا. لا مش كلهم معلش. انت ليه ما اكلتيش طيب؟ بصراحة عاملة دايت بس عشان خاطرك هاكل جزر وقيور. اتفضل. مساء الخير. اهلا. مساء النور. مساء النور. ازيك؟ ازيك يا مروة؟ الحمد لله. انا احمد، ابقى ابن عمة مروة. اهلا وسهلا. اهلا بيك. انا مبسوط اول مره ان انا شفتك. ايه الصدفه الجميله دي؟ انا كمان مبسوطه ان شفتك. اصل انا بقالي كتير ما شفتهاش. بنت عمتي وبقالي بنت خالي ولا ايه؟ معلش البرجل شويه. انا اسف. انا سعيد قوي ان انا شفت حضرتك النهارده والله. استاذ وجيه اهلا وسهلا. طبعا غني عن التعريف. اهلا وسهلا. اهلا بحضرتك يا فندم. اتفضل لو حابب تقعد معانا. لو مش هضايقكم او حاجه. لا خالص العفو. اتفضل اتفضل اتفضل. ازيك يا احمد؟ ازيك يا مروه؟ غريبه يعني. يعني بشوف حياتك تطلع في التلفزيون وتتكلم عن الحياه الطبيعيه والحياه اللي هي بعيده عن البذخ وكده، فجاه الاقيك في مكان شيك زي ده. طب وفين المشكله؟ انا مؤمن بكل كلمه بقولها. مش معنى ان انا موجود في مكان زي ده ابقى بقول عكس اللي انا مؤمن بيه. لا خالص. بس هو ساعات يعني الواقع بيفرض عليك بعض الامور بيخليك تتماشى معاها. ايوه طبعا اكيد. يعني مثلا الانسه مروه عشان اقعد معاها ما ينفعش اخدها في قهوه بلدي مثلا. ايوه فعلا عندك حق سعادتك. وايه بقى المواضيع اللي بينك وبين مروه؟ ايه انت اتضايقت لما شفتها قاعده معايا؟ لا 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 احمد ما يقصدش. انا عارفه طريقته. ما يقصدش طبعا. خالص والله انا ما اقصدش ابدا. انا بس يعني من باب تفتيح الكلام مش اكتر. أنا مبسوط جدا بالصدفة الجميلة دي، مع إني مؤمن إن مفيش حاجة اسمها صدفة. بمعنى إيه؟ بمعنى إن مقابلتي لحضرتك أكيد ليها معنى كبير. مش فاهم معلش. يعني حضرتك رجل سياسي وأنا رجل اقتصاد. فالشركة اللي أنا شغال فيها، أقصد الشركة اللي أنا مشارك فيها يعني، محتاجين مستشار سياسي. عشان يعني يقول لنا الاوضاع السياسيه اللي ماشيه في البلد وقد ايه ممكن تاثر على الوضع الاقتصادي اللي عندنا في الشركه. فهمني حضرتك طبعا. فاهمك. يا متر تحب تتعشى ايه؟ ولا اي حاجه. شكرا. لازم. ايه رايك بقى في المكان؟ حلو. حلو ايه؟ هو انا جايبك المكان ده كله والشياكه دي كلها وتقولي لي حلو؟ ده بس عشان تعرفي جلاوتك عندي. قول لي يا متولي، هو انت شغال ايه مع احمد في الشركه؟ احمد؟ احمد انا زي ما تقولي كده السكرتير الخاص. انا سكرتيره الخاص. سكرتيره ايه؟ في ايه؟ ماشي. فيها فريال. حاسك عايزه تقولي حاجه. لا ابدا، اصل انا عارفه يعني انك انت السبب في اللي احمد فيه دلوقتي، ولولاك انت ما كانش بقى في اللي هو فيه. يلا الحمد لله. يعني كل واحد بياخد نصيبه بقى. وانت بقى نصيبك تفضل تطلع الناس لفوق وتفضل انت لتحت. انا كنت فاكره يعني انك شريكه مثلا. شريك؟ على فكره انا شريك احمد اساسا. ايوه يعني في ورق، في حاجه بتثبت انكم شركاء مع بعض، ولا هي الحكايه بقى ايه؟ فيها فريال. هو احنا جايين نقعد مع بعض في المكان ده وقاعدين ناكل عشان نتكلم في احمد والشركه؟ خلص والله انت فهمتني غلط. انا بنصحك وانت حر. وايه فايده النصيحه في ريال؟ مفيش. انا يا اخويا ما بحبش الظلم. ما احبش حد يبقى ليه حق وما ياخدوش. طب وانا حق ايه من وجهه نظري؟ انا ما اعرفش، انت اللي تعرف. انا على حد علمي
بتكلم. بما اننا بقى بنتكلم عن مصالح بعض وبنخاف على مصالح بعض، فانا عايز اقول لك على حاجه. قول. احمد، مش معنى انت فاهمه قصدي ولا حاجه، زي وزي اي حد. انا بس كنت قافشة عليه من اللي حاصل، بس خلاص لازم استفاد منه. بس ما هو مش معقولة يعني اقف جنبه وفي زنقته وهو بدل وبيه وانا افضل زي ما انا. لا ده انت تقولي تاني بقى عشان الكلام ده كبير. بص يا متولي، احمد ده كان ايه؟ ولا حاجة. ولو انا كنت شهدت مع بلحة كان زمانه مرمي في اللومان دلوقتي. ولا لو ما كنتش متأكدة وعارفة كويس ان انت اللي وصلته للي هو فيه كان زمانه صايع وضايع. يبقى نسيبه بقى ياكل الفتة لوحده ولا المفروض يغرف لنا؟ لا طبعا، ازاي المفروض احنا نغرف لنفسنا؟ حلو قوي، تعجبني كده. انا مش بشككك فيه ولا حاجة، هو لحد دلوقتي ما لعبش معانا الدنيا، بس لو فكر بقى يلعبها انا مش هسكت. فريال، لو قلت لك ان انا عايز. عايزني ازاي يعني؟ نتجوز. طبعا. طب يعني وانت مستعجل ليه؟ واحده واحده. يعني انا افهم من كلامك ده انك موافقه؟ بس يعني واحده واحده يعني. بعدين كل بقى الاكل برد يعني. ماشي هاكل، بس يعني انا ماشي خلاص هاكل. مش عارفه اقول لك ايه والله. ايه ازيك، اخبارك ايه؟ وحشتيني يا روحي. مين جوه؟ مفيش حاجة يا ابني، انا كنت بغير هدومي. مين معاك جوه يا فندم؟ مفيش حد، انا كنت معلي التلفزيون بس وانا بغير هدومي. في ايه؟ مالك؟ كنت فين؟ انت كنت بتعمل ايه؟ انت ما بعملش حاجة، بقول لك كنت بغير هدومي. انت قلت لي نازلة وحاجة احتمال اتأخر يعني. طب انا عايز ادخل فوق تاني. يا بنتي تعالي بس نقعد مع بعض شوية، انت كنت وحشاني قوي. تعالي يا روحي تعالي. اخبارك ايه؟ مالك في ايه؟ استني هنا بنتي. اوعى عايزة تعالي يا روحي. مين دي؟ مين دي يا سامي؟ يا عيد المار. ايه؟ بقول لك مين دي اللي كانت معاك فوق؟ انت ايه؟ انت ما عندكش دم؟ انت ما بتحسش؟ عادي يعني، دي احسن صفه في الدنيا على فكره، تبقي ريلاكس كده ومفيش اي حاجه في الدنيا في دماغك. انا مش عارفه اقول عليك ايه؟ ايه اللفظ اللي ممكن يتقال على واحد زيك؟ دعني سؤال، تقدري تقولي كده مش اكتر؟ تصوريش يا ايتن انا قد ايه بحب الحريم، وخصوصا النوعيه دي. لما بقعد مع واحده منهم بحس اني بملك الدنيا وما فيها. يا اخي كسف من نفسك، اعتذر على الاقل. ليه؟ هو انا عملت ايه غلط؟ احنا من قبل ما نتجوز وانت عارفه عني كده، ولما واجهتيني ما نفتش، صح ولا غلط؟ صح صح فعلا، انا اللي غلطانه اني اتجوزت واحد زباله. زباله؟ اتجننتي ولا ايه؟ اتجننتي؟ اوعى تسكتي. تعالي هنا، انت رايحه على فين؟ مفيش تروح البيت ده الا باذني. تبتدي لك مراتي ولا ايه؟ واللي هقول لك عليه تعمليه، سامعه؟ اهلا وسهلا. بسم الله الرحمن الرحيم، فيها المسا. في ايه انت مش انا؟ هاتي من الاخر يا سيده. ايه من الاخر الكلام ده؟ لا بقول لك ايه يا حبيبتي، اسمعيني كده كويس. انا مروه غير اخواتي كلهم، يعني انا ممكن امسك فيكي دلوقتي واعمل معاكي مصيبه. انا اللي يضايقني او ينرفزني وانا جايه من الشغل وتعبانه ما بسيبهوش في حاله، حتى لو كان انت يا سيده. طب يا سنيوره بهدوء كده، كنت فين؟ عايز تعرف انا كنت فين؟ عايز اعرف عشان قلبي يطمن وارتاح. حاضر هقول لك انا كنت فين يا حلوه. انا كنت مع احمد ابنك. احمد؟ اتقابلنا في مطعم شيك قوي بصراحه، اكلني اكل حلو قوي. عارفه دفع حساب كام؟ 1000 جنيه. يا لهوي 1000 جنيه؟ مش بس كده،
ده انا سمعت كمان ان ابنك احمد ما شاء الله الله اكبر كده عايش في فيلا، انما ايه تشرح القلب وسايبك انت هنا مرميه في الحاره المعفنه دي. يا نهار بتين بتين، ايه ده؟ بقول لك ايه، ايه تاخدي عنواني يا سيكا؟ اخده. شايف شايف اكل الناس الاغنيه؟ اغنيه يا عم، فين الفول والطعميه؟ الفول والطعميه الله يرحم الفول والطعميه. كانت امي بتعمل عيني بزيت العربيات. يا سيده شافت الاكل ده؟ شافت الاكل ده، جيت صوره. وبعدين شوكه وسكينه دي تغمس يا عم، غمس يا عم. ناكل بايدي يا عم، اكل العرف، خيار، زيتون، كل يا عم الف عام. بقول لك ايه، انا لازم امشي دلوقتي. رايح فين؟ عندي مشوار مهم لازم اعمله. مش تيجي على الشركه؟ هبقى ارجع بعد كده على الشركه. ماشي، انا هخلص فطار واروح على الشركه على طول. انا عايزك تاخد راحتك، اقعد هنا برطع. عندك حمام سباحه اهي، انزل فيها. عمر اهلك برضه ما نزلوش. خد دي وانت في الطريق. عمر اهلي، عندك حق. هما فين اهلي؟ ما تجيش انت تقعدي معانا في الفيلا دي. يعني هتقدر تعملي الورق ده من غير ما اروح؟ اصل موظف شؤون الطلبه صعب. لا يا شيخ، طب بقول لك ايه، هو طلب مني 4 صور. لا بس هو قال لي 5. يا عم هو قال لي 4. طب انت هتخسري ايه لما اخد واحده زياده؟ مش احسن ما يطلبها مني وما تكونش معايا؟ والله عندك حق، صح. ماشي 5. انا هتديني 5 صور. ما خلاص يا عم، قلنا 5. صباح الخير. صباح النور. سمير بيه موجود؟ اه موجود، ثانية واحدة بالله. الو، أستاذ سامح عايز يقابل حضرتك. اه تمام، اتفضل. شكرا.
صباح خير. صباح النور. يا سامح ازيك عامل ايه؟ بعد ايه تليفونك قلقني. بصراحه انا مش فاهم حاجه من ساعه ما مضينا العقود. يعني ايه؟ دلوقتي احنا عملنا شراكه ما بين شركتي وشركتك، مظبوط؟ وسبت لك حق الاداره. انا مش شايف اي شغل اتعمل وخايف الموسم يضيع عليا واخسر كل حاجه. ده على اعتبار يعني انك كنت بتكسب وما خسرتش الموسم اللي فات الجلد والسقط. لا الموسم اللي فات كنت ماشي كويس قوي. وبعدين بص انا مش ده اللي قلقني، الاتفاق اللي بينا مش هو اللي قلقني. انا كل اللي قلقني تكون ايتن ضايقتك ولا زعلتك، وانا بصراحه مش عايز حد يضايقك ولا يزعلك. يعني ايه؟ يعني سيبك من حكايه المكسب والخساره دي، لان انا عارف موقفك المادي وموقف شركتك من قبل ما نضم الشركتين لبعض. انما بقى كل اللي انا مش عارفه انت عايز ايه؟ تقصد ايه يا سمير بيه؟ تقصد ان انا نصاب؟ لا يا راجل نصاب ايه اللي انت بتقوله ده؟ جايز عايز تقف على رجليك من تاني، ودي حاجه كويسه قوي. وعشان كده انا هعمل معاك ديل، اتفاق جديد. شوف يا سامح، انا كل اللي يهمني دلوقتي شركتي اللي انا بعملها بره وخلاص. ما بقاش في سوق هنا ينفعني، وتعبت. تعبت من كتر الصدام مع ايتن وزينب، خصوصا يعني ان اللي بيحكم العلاقه بينا مسائل شخصيه. يعني انت لو تحب تدير الشركه دي من النهارده انا ما عنديش مانع. وبعدين يا راجل انت كفء، انا بثق فيك وواثق انك ممكن تقوم الشركه دي على حيلها. وبعدين احنا بقينا قرايب، ده احنا بقينا اهل، ده انت جوز بنتنا يا راجل. ها قلت ايه؟ الحقيقه انا من ساعه ما شفتك وانا عايزه اتكلم معاك. انا حاسه ان انا مذنبه في حقك. انا كنت خايفه عيني تيجي في عينيك. يلا زينب، اللي فات مات. لا اللي فات ما ماتش ولا عمره يموت ابدا. انت ليك حق ولازم تاخده. عارف يا عبد الله، انت من ساعه ما شفتك وانا عماله افكر لازم اوصل لنتيجه عشان انت تاخد حقك. وكل ما اوصل لحاجه اقول لا لا لا، ده لا يمكن يرضي عبد الله، ده ضيع حياته في السجن. بصراحه انا زعلانه من نفسي قوي. صدقني سميرة قال لي ان انت عملت كده وانا عمت على عمه. والله وانا عمري كذبت عليك يا عبد الله؟ لا طبعا، انا برضو كنت مفكر بقول مش ممكن زينب تبيعني البيعه دي. انا بيعك؟ ده انا بيع الدنيا كلها ولا بيعكش يا عبد الله. ده اللي بينا كتير قوي والله، كان غصب عني. المهم يا زينب، انت عاوزه مني ايه بالظبط؟ انا ضميري مش مستريح ونفسي ارد لك حقك. ازاي؟ العز اللي هو فيه واللي انت فيه واللي انا فيه منكرش، كل ده لازم يكون ملكك انت يا عبد الله، مش ملك حد تاني. والفلوس اللي اتسجنت وضيعت عمرك بسببها، ولولاك انت شلت القضيه كان زمانه بقى هو اللي مسجون. زينب انت عماله تلف وتدور من الصبح، قولي عايزه ايه بالظبط مني؟ انا عايزك تعيش اللي باقي من حياتك وانت مستريح. ازاي قولي لي وانا عامل ده؟ انا هقول لك، بس صدقني يا عبد الله انا بقول لك ده لمصلحتك، عشان انت ليك حق ولازم ارد لك حق. هروح من ربنا فين لو فضلت ساكته كل ده؟ صح يا زينب، الواضح ان انا ظلمتك قوي. زينب سامحيني، انا ظلمتك كتير كل الفتره اللي فاتت دي، وانا ظلمك فعلا. انت مظلومه، كتر الف خيرك. من الاخر كده انت عايز تقولي ان مدحت هيتجوز مروه؟ لا هو مش جواز قوي يعني. هو في حاجة اسمها جواز ومش جواز؟ هي جواز يا صياعة. هي في الحقيقة صياعة، بس بشكل شيك شوية كده عشان صاحبتك ما تزعلش وتتضايق. هو أنت عارف اللي أنت بتقوله ده اسمه إيه؟ اسمه فلوس ورصيد في البنك. أوعي يا ماما تفتكر إن صاحبتك دي سهلة. دي بترسم وبترسم على كبير قوي كمان. أهم حاجة بقى في اللي هي بترسمه ده إن إحنا نبقى وراها، أكننا إحنا اللي رتبنا له. وهي بترسم على إيه بقى؟ صاحبتك عارفة ومتأكدة إن مدحت بيه ما بيطقش حاجة اسمها وجيه، وعارفة إن وجود وجيه في الطريق
هيخلي مدحت يتجنن ويتجوزها رسمي عشان وجيه ما يفتكرش ان هو انتصر عليه وخطف منه المزة. يعني هي كده كده نوياها. اهم حاجة ان احنا نبقى وراها، نفهم مدحت بيه ان احنا لينا دماغ البناية وسهلنا له الليلة دي ونطلع بمصلحتنا. هي بقى عرفت تظبط، ما عرفتش ملناش صالح. هو انت فاكر ان انا ممكن ابالك صاحبتي؟ صاحبتك ممكن تبيعك يا حبيبة قلبي ذات نفسها، صدقين. انا لا، انا مش مصدقه حضرتك كلمتني. انا ايوه طبعا مبسوطه جدا. تمام. طب معلش انا اسفه، استاذنك ممكن شويه اكلمك؟ اوكي، باي باي. صباح الفل. انت اللي جابك هنا؟ دي مقابله. اقول لك صباح الفل وتقولي اللي جابك هنا؟ احمد انا هنا مكان شغلي، ولو سمحت انا مش عايزه مشاكل. مشاكل ايه يا بنتي؟ ولا جاي هنا عشان اعمل لك مشاكل؟ انا بس جاي عشان افهم. تفهم ايه؟ اصل وجيه اللي انت شغاله معاه ده جامد قوي، علاقاته في البلد واصل لابعد حد. بصراحه يعني استغربت ان انت ممكن علاقتك توصل للمستوى ده، فقلت يعني اما يبقى ابن عمتك وحبيبك محتاج يعني انه استفيد بالعلاقات دي، اكيد مش هترفضي ولا ايه يا مارو؟